في الساعات الأولى من صباح يوم 16 من يوليو عام 1945 بالقرب من ألامو غوردو في نيو مكسيكو، تم اختبار السلاح النووي لأول مرة في التاريخ. ضحك عدد قليل من الناس وبكى عدد قليل، لكن معظمهم كانوا صامتين. وأمام هذا الحدث المهول تذكرت هذا السطر من الكتاب المقدس الهندوسي، عندما كان يحاول فيشون إثارة إعجاب الأمير فاتخذ شكلا لعدد من الأسلحة وقال: الآن أصبحت الموت مدمر العوالم. أعتقد أننا جميعا اعتقدنا ذلك بطريقة أو بأخرى. كانت هذه كلمات الرجل الذي حمل لقب أبا القنبلة الذرية، قنبلة فتحت أبواب الجحيم على مصراعي وجعلت مستقبل العالم رهن إشارات من رؤساء الدول الطامحين لإعادة الأمجاد والعودة مجددا إلى صفحات التاريخ. فعندما ترى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينفك عن التهديد بأسلحته النووية، وبينما تبذل إيران كل ما في وسعها لتطوير الأسلحة النووية، تقوم الصين بتوسيع ترسانتها، ولا شيء يتفوق على الزعيم الكوري الذي جعل من الزر النووي لعبة بين يدي. يخطر في بالك سؤال واحد لا غير: من أطلق العنان لكل هذا الجحيم؟ إنه شخص واحد لا غير، أوبنهايمر، ابن لمهاجرين يهود ألمان وجدوا ثروة في تجارة استيراد المنسوجات. تخرج من جامعة هارفارد بامتياز وحصل على الدكتوراه في سن 23. سرعان ما احتك الفيزيائي الشاب بأكتاف أعظم الشخصيات العلمية في عصره، وعمل على تطوير نظرية الكم وتوقع كل شيء من النيوترون إلى الثقب الأسود. لقد كان متعلما شريها خارج العلوم الفيزيائية أيضا، فتعلم اللغة السنسكريتية ودرس الدين وانخرط مع الشيوعيين، وكانوا سببا بفقدانه لبريقه. رجل أعطى لأمريكا السلاح والأدوات لتصبح شرطيا على العالم، لكنه بعد سنوات وجد نفسه بغرفة مستطيلة أمام عدد من المحققين لعشرات الأيام. أجبروه على تذكر كل تفاصيل حياته من وقت ولادته وحتى جلوسه على الكرسي أمامهم. وعندما التقى بالرئيس الأمريكي ترومان، شتمه الأخير بعبارة قاسية وقال لمعاونه: لا تجعلني ألتقي به مرة أخرى. نعم، هو الرجل الذي أعطى لأمريكا كل شيء، لكنها في لحظة انقلبت عليه وعلى تاريخه. وعندما سمع أينشتاين ما حدث معه غضب بشدة وقال: المشكلة مع أوبنهايمر هي أنه يحب امرأة لا تحبه، حكومة الولايات المتحدة. ولد أوبنهايمر في 22 من أبريل عام 1904. كانت عائلته جزءا من جمعية الثقافة الأخلاقية، وهي ثمرة لليهودية الإصلاحية الأمريكية التي أسسها وقادها في ذلك الوقت الدكتور فيليكس أدلر. أسس أدلر أيضا مدرسة الثقافة الأخلاقية ليلتحق بها أوبنهايمر في سبتمبر عام 1911. كانت براعته الأكاديمية واضحة في وقت مبكر جدا، وبحلول سن العاشرة كان أوبنهايمر يدرس المعادن والفيزياء والكيمياء. كانت مراسلاته مع نادي نيويورك للمعادن متقدمة جدا، لدرجة أن الجمعية دعته لإلقاء محاضرة دون أن تدرك أن روبرت كان صبيا في 12 من عمره. عام 1922 التحق أوبنهايمر بجامعة هارفارد، وتخرج بعد 3 سنوات متفوقا في مجموعة متنوعة من الموضوعات. فعلى الرغم من أن تخصصه كان في الكيمياء، لكنه أدرك في النهاية أن شغفه الحقيقي هو دراسة الفيزياء. عام 1925 بدأ أوبنهايمر عمله في مختبر كافنديش في كامبريدج بإنجلترا. كان من حسن حظ أوبنهايمر أن يكون في أوروبا خلال فترة محورية في عالم الفيزياء، حيث كان الفيزيائيون الأوروبيون يطورون النظرية الرائدة لميكانيكا الكم. قام أوبنهايمر بتكوين أصدقاء حققوا نجاحات كبيرة، بما في ذلك فيرنر هايزنبرغ وباسكوال جوردان. حصل أوبنهايمر على الدكتوراه عام 1927،
وقبل الأستاذية في جامعة كاليفورنيا بيركلي. أصبح هناك صديقاً جيداً لأرنست لورانس، أحد أفضل علماء الفيزياء التجريبية في العالم ومخترع السيكلوترون، وأصبح يعرف كمستشار ومتعاون لجيل من الفيزيائيين الذين أعجبوا به بسبب براعته الفكرية واهتماماته الواسعة. رآه طلابه وزملاؤه على أنه ساحر في التعليم، ولكنه غالباً ما يكون شديد البرودة في الأماكن العامة. وانقسم رفاقه إلى معسكرين، أحدهما رآه عبقرياً منعزلاً ومثيراً للإعجاب، والآخر رآه كاذباً وغير آمن. أما طلابه فقد أحبوه لدرجة أنهم تبنوا أسلوبه في المشي والكلام والسلوكيات الأخرى. مشروع مانهاتن. في 9 أكتوبر عام 1941، أي قبل شهرين من دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، وافق الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفيلد على برنامج مكثف لتطوير قنبلة ذرية. وبعد أقل من عام أنشأ الجيش الأمريكي منطقة مانهاتن لتطوير القنبلة. تم تعيين ليزلي جروفيز مديرا للمشروع. اختار جروفيز أوبنهايمر لرئاسة مختبر الأسلحة السرية للمشروع. فاجأ هذا الاختيار الكثيرين، لأن أوبنهايمر كان لديه آراء سياسية يسارية، كما أنه ليس مسجلا كقائد لمشاريع كبيرة. كان جروفز قلقا من حقيقة أن أوبنهايمر لم يكن حائزا على جائزة نوبل، وفضله على عدد من المرشحين الحائزين عليها. لكن جروفز اكتشف في أوبنهايمر شيئا لم يكتشفه كثيرون، وهو الطموح المفرط. وتأثر بإدراك أوبنهايمر الفريد للجوانب العلمية لتصميم وبناء القنبلة الذرية واتساع معرفته. عرف جروفز أن هذا سيكون أمرا حيويا في مشروع متعدد التخصصات، لا يشمل فقط الفيزياء ولكن أيضا الكيمياء والمعادن والذخائر والهندسة. وسرعان ما نما لوس ألاموس من بضع مئات في عام 1943 إلى أكثر من 6000 شخص في عام 1945. واجه أوبنهايمر في البداية صعوبة في التقسيم التنظيمي لمجموعات كبيرة، ولكنه تعلم فن الإدارة بسرعة، واشتهر بإتقانه لجميع الجوانب العلمية للمشروع وجهوده للسيطرة على الصراعات الثقافية التي لا مفر منها بين العلماء والعسكريين. وكان أوبنهايمر حاضرا فكريا وجسديا في كل خطوة حاسمة. لم يكن الأمر أنه ساهم بالعديد من الأفكار أو الاقتراحات، لكن تأثيره الرئيس جاء من خلال حضوره المستمر والمكثف الذي أنتج إحساسا بالمشاركة مع الجميع. بلغت تكلفة مشروع مانهاتن آنذاك نحو $2 مليار، أي ما يساوي $100 مليار بأموال اليوم، وتطلب لصنع القنبلة أكثر من 130,000 عامل توزعوا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. في النهاية أثمر هذا التعاون الضخم بصنع القنابل التي قتلت ما بين 100 إلى 200,000 شخص في هيروشيما وناكازاكي في أغسطس عام 1945. أصبح أوبنهايمر اسما مألوفا، وظهرت صوره على أغلفة المجلات، وأصبحت الفيزياء النووية قوة هائلة، حيث بدأت جميع حكومات العالم في إدارة القوة الاستراتيجية والسياسية التي جاءت مع الأسلحة النووية. وأمام هذا النجاح الهائل الذي حققته الولايات المتحدة، إلا أن أوبنهايمر سيجد نفسه شبه منفي من الوسط العلمي، ومنفي بشكل كامل من المشهد السياسي الأمريكي. فما الذي حدث؟ أوبنهايمر الشيوعي. مثل العديد من المثقفين الشباب في الثلاثينيات، دعم أوبنهايمر الإصلاحات الاجتماعية التي تم تصنيفها لاحقا على أنها أفكار شيوعية، وتبرع بالأموال لعدد من القضايا التقدمية التي كانت تعتبر يسارية خلال حقبة مكارثي. واستضاف جامعي التبرعات للقضية الجمهورية في الحرب الأهلية الإسبانية وغيرها من الأنشطة المناهضة للفاشية. على الرغم من أنه قدم المال لقضايا اليسار عن طريق معارف زعم أنهم أعضاء في الحزب الشيوعي،
إلا أنه لم ينضم أبداً إلى الحزب الشيوعي الأمريكي بشكل علني. طوال فترة تطوير القنبلة الذرية كان أوبنهايمر قيد التحقيق من قبل كل من مكتب التحقيق الفيدرالي FBI وذراع الأمن الداخلي لمشروع مانهاتن بسبب ارتباطاته اليسارية السابقة. وبعد إلقاء القنابل النووية على اليابان، سافر أوبنهايمر إلى واشنطن لتسليم رسالة إلى وزير الحرب هنري آل ستيمسون يعرب فيها عن اشمئزازه ورغبته في حظر الأسلحة النووية. ثم التقى بالرئيس هاري ترومان وقال له أوبنهايمر إنه شعر أن يديه ملطختان بالدماء. أثارت هذه الملاحظة غضب ترومان الذي قال فيما بعد لوكيل وزارة الخارجية دين أتشسون: لا أريد أن أرى هذا الشخص في هذا المنصب مرة أخرى أبدا. بعد انتهاء الحرب شارك أوبنهايمر في مشروع تشارلز والذي درس إمكانية إنشاء دفاع جوي فعال للولايات المتحدة ضد الهجوم الذري، وترأس لجنة الخبراء الاستشاريين بوزارة الخارجية المكونة من 5 أعضاء بشأن نزع السلاح، والتي حثت الولايات المتحدة أولاً على تأجيل أو اختبار مخطط لها للقنبلة الهيدروجينية والسعي إلى حظر تجارب نووية حرارية مع الاتحاد السوفيتي. وقال أوبنهايمر: يجب على الولايات المتحدة التفكير في استخدام الأسلحة النووية تكتيكياً فقط، والسعي وراء الاستخدامات الأخرى للتكنولوجيا النووية مثل توليد الطاقة. أكسبه ذلك أعداء سياسيين ووضعه في مرمى الذعر الأحمر، وهي حقبة سياسية أمريكية من الهستيريا المعادية للشيوعية خلال الحرب الباردة. في عام 1945 تم استدعاؤه فيما بات يعرف بجلسات الاستماع الخاصة بالتخليص الأمني. تم توجيه 24 تهمة تتعلق معظمها بعلاقته بالشيوعية، لكنه نفى كونه عضوا في الحزب الشيوعي، إلا أنه عرف عن نفسه بأنه شخص يتفق مع العديد من الأهداف الشيوعية، لكنه لا يرغب في اتباع أوامر بشكل أعمى من أي جهاز تابع للحزب الشيوعي. في تصويت ثنائي مقابل واحد، قررت اللجنة أن أوبنهايمر مواطن أمريكي مخلص، إلا أنهم قاموا بإلغاء تصريحه الأمني. وبعد أن أصبح شبه متقاعد، واصل روبرت أوبنهايمر إلقاء المحاضرات، وفي عام 1960 ساعد في تأسيس الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم بعدما يقارب من 70 عاما من حكم لجنة ضد أوبنهايمر وإلغاء تصريحه الأمني. ألغت وزارة الطاقة الأمريكية القرار في ديسمبر 2022 ووصفوا المحاكمة بأنها كانت عملية معيبة انتهكت لوائح اللجنة. الثنائي الألماني الأمريكي. تقاطعت حياة أوبنهايمر وألبرت أينشتاين أكثر مما يعتقده البعض، فلما يقرب من 8 سنوات كان أوبنهايمر وأينشتاين جيران، وكان هناك اجتماع على ضفاف البحيرة بين الرجلين يظهر بشكل بارز في فيلم أوبنهايمر لكريستوفر نولان الأخير. انتقل أينشتاين إلى نيوجيرسي أولاً في عام 1933، وبعد معرفته هناك بثلاثة علماء ألمان قاموا بتقسيم ذرة اليورانيوم في عام 1938. كتب أينشتاين رسالة إلى الرئيس فرانكلين روزفلت يحذره فيها من أن النازيين في طريقهم الآن إلى صنع سلاح خارق. سئل أينشتاين عما إذا كان يفضل أوبنهايمر أو لوفغانغ باولي لإدارة مشروع مانهاتن، كان رده أن أوبنهايمر بدا مهيمنا للغاية، لدرجة أن طلابه يميلون إلى أن يكونوا نسخا أصغر منه. على الرغم من أنهما لم يكونا صديقين مقربين، إلا أن زيارات اجتماعية عدة جمعت العالمين. وعندما تم استدعاء أوبنهايمر إلى جلسة استماع أمنية بسبب تعاطفه المزعوم مع الشيوعية، كان أينشتاين غاضباً، وبحسب ما ورد أخبر أوبنهايمر أنه ليس ملزماً بإخضاع نفسه لمطاردة الساحرات، وإذا كانت هذه هي المكافأة التي حصلت عليها الولايات المتحدة على خدمته أثناء الحرب، فعليه أن يدير ظهره لها. في عام 1955 مرض أينشتاين في منزله في برينستون، تم نقله إلى المركز الطبي بالجامعة، لكن العالم البالغ من العمر 76 عاما رفض العلاج.
وبحسب ما ورد فقد قال إن إطالة الحياة بشكل مصطنع لا طعم له. وبعد 12 عاما من وفاة أينشتاين تم تشخيص أوبنهايمر بمرض سرطان الحلق وتوفي في منزله في برينستون.